معلش يا شيخ احمد، انا عايزه بس استفسر ان اختي توفت الله بقالها يرحمها. سنه ونص، الله يرحمها. الله يرحمها، وتوفت بكورونا وامراض كتير، الله يرحمها. الله يرحمها. وعندها بنتين، بنت بنوت وبنت متجوزه. فاختي ديت شافت العذاب مع جوزها. ايه؟ شافت العذاب. شافت العذاب مع جوزها. ايوه. الله يرحمها. الله يرحمها ويغفر لها. في يوم بنت بنوت كانت مخطوبه من 2020. وهو كان عايش في البيت، هو عمل حاجات كتير تغضب ربنا في حياته. مين؟ ابوهم؟ ابوها. ابوها. اول جواز اختي كانت لسه متجوزه، حاول ان هو يعتدي على اختي الثانيه. واحنا شفنا ده بعينينا. ايه ده؟ معلش ثانيه واحده. اول لما اختك اللي ماتت دي الله يرحمها كانت مخطوبه له لسه في الاول خالص؟ لا، كانت متجوزه. كانت متجوزه واتجوزته. واتجوزته ده كان بعد ما اتجوزت اختي، انا شفت بعيني واختي شافت بعينيها اللي هي اللي ماتت. لا حول ولا قوه الا بالله. حاول يعتدي على اختكم الثانيه. الثالثه. الكلام ده مثلا من 30 سنه ولا حاجه، صح؟ ايوه، من الثمانينات. الثمانينات. ده من زمان. المهم عاشت اختي معايا وكان في مشاكل لغايه في يوم من الايام. عاشت معاه ازاي بقى بعدها؟ حصل ايه؟ يعني واجهته ساعتها وانت واجهتيه، واختكم الثالثه دي عملت ايه؟ اختي الثالثه ديت عباره عن مش مدردحه، غلبانه، خوافه. كل الحاجات دي كلها. فعملت ايه؟ كانت بتخاصمه وما كلموش والكلام ده كله. هو يبدو ام احمد من كلامك كده ان المساله دي تكررت، لان انت بتقولي انا شفته مره واختي شافته مره، صح؟ واختي شافته بالظبط كده هو. يعني دي تكرر مع المساله دي تكررت. تكررت. واختي الثالثه دي كانت بتخاصمه. كانت بتخاصمه ما بتقدرش تكلمه. وكان هو بقى يقعد يشنق على اختي اللي هي مراته ويتعب في الاخر. في يوم من الايام اختي دي قالت لي، اعطتني السر، قالت لي انا شفته وحصلت مشاكل كتير. هو هي معلش يعني اختك الثالثه دي كانت عايشه معاهم في البيت؟ لا، ما كانتش عايشه معاهم في البيت. يعني هم كانوا عايشين معانا احنا في بيتنا احنا. يعني هو كان متجوز اختك وعايش في بيت باباك؟ لا، عندهم شقتهم، بس كانت اختي دي كانت متعلقه بامي وكانت تيجي تقعد معانا. طيب ومامتك وباباكي كانوا عايشين؟ كان ناس كبيره، ايوه، وناس غلبانه، من اللي هم الناس الكبيره الغلبانه اللي ما بتبقاش بالهم يكتبوا اي حاجه. وهي بقى اختك الله يرحمها دي كانت بتتخانق معايا كل شويه خناقات كبيره بسبب الموضوع ده. ايوه، بسبب الموضوع دوت. وبعدين حصل ايه بقى؟ فالمهم عاشت معايا عيني عشان خاطر ايه، كانت لسه بقى حامل في البنت ديت وعدت الايام. هو راجل غير امين على عياله. ما هو مش كويس اصلا، انسان مش طبيعي اصلا. مش طبيعي. وعاشت الست يعني بمرضها، بذلها، بغلبها، كل حاجه. لغايه وبرضه عمل برضه حاجه ثانيه وحشه، والبنت صغيره خالص ما تعرفش حاجه في الدنيا ولا تعرف ربها. بنته؟ ايوه. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني حاول الاعتداء على بنته برضه؟ مش عايزه اقولها بالايد يعني. المهم ايه يا شيخ احمد؟ يا اخت يعني اختك دي يا ريتها من الاول كانت اتطلقت منه وارتاحت من شره. يا ريت. الله يرحمها ويغفر لها. الله يرحمها بقى. يعني فكرت غلط. الله يرحمها. الله يرحمها ويغفر لها. كانت خلصت من واحد موبوء زي ده. موبوء. المهم مشي من البيت من كام سنه، من حوالي 5 سنين او 4 سنين، بعد كرشته هي فالبت مقابلت اتخطبت. كان بيسلط خطيبها، ما تجيبلهاش حاجه ولا تعمل لها اي حاجه. يعني اختك الثالثه دي اتخطبت؟ لا خلاص. لا، اختها الثالثه دي بقى من زمان، دي اتجوزت بقى اختك الثالثه دي. خلاص. كل واحد عاش في بيت حياتها. هو بقى بنته لما اتخطبت بقى بيسلط خطيبها. بقى بيسلط خطيبها عليها ويقول له بقى ما تجيبلهاش حاجه. كلامها ما تجيبلهاش حاجه، دي كانت بتحضر في شقتها وهتتجوز. فراحت اختك اتخانقت معاه وطردته. اتخانقت معاه، وهو قال انا هسيب لكم البيت ومشي. خد بعضه ومشي. احسن. تمام. قعد سنتين. طردت مين؟ اختها كانت لسه عايشه من 5 سنين. اختها اللي ماتت دي كانت لسه عايشه من 5 سنين. طردت مين؟ جوزها. هي ما طردتوش، اتخانقت مع جوزها عشان هو بيعمل كده في بنتها. بيسلط خطيبها عليها يعني. راح قال لها طب انا هسيب لكم البيت وامشي. ومشي. كويس. تمام. مشي بقى. فدلوقتي بعد الام ما ماتت كان عايز يرجع، تقول له لا مش هترجع، لا مش هترجع. ومشي. الام لعلمك ما تعرفش ان هو عمل حاجه مع البنت. طب مين قال لكم طيب موضوع البنت ده؟ انا شفت برضه. انت يا عيني عليكي، انت عماله تشوفي. انا شفته والله. ده انا ربنا يغفر لي ان انا ما اتكلمتش. ربنا يغفر لي.
ولا حتى ولا هاجمتيه هو ولا عملتي والبنت حاجه. البنت كانت صغيره ولا هي عندها كام سنه؟ ثلاث سنين صغيره. ثلاث سنين مش من صغيره نايمه. دلوقتي هو غار مشي خلاص، عايز يرجع تاني بعد ما الام ماتت. بعد ما الام ماتت يروح فين؟ يرجع فين يعني؟ البيت، بيته هو ده بيت، هو البيت ده بيتي، بيقول ده بيتي. هي بقى دي الخاله دي خايفه على البنت. ايوه انا بقف، انا بقف وبتعرف مش عارف، بس ما قلتلهاش. ايوه ما اقدرش اقول لها انا. هم يعني كل شويه تقول لي ايه، انا خايفه ان ربنا يعاقبني عشان احنا مش عايزينه. هم لما شافوه كان بيعامل امهم وحش وبيعيلها بالمرض كرهوه. البنات دي كرهوه من عند ربنا. ايوه من عند ربنا، من غير ما يعرفوا القصص دي، من غير ما يعرفوا اي قصص. طب هو لما مشي يا ام محمد راح فين؟ يعني الفترة اللي فاتت دي كلها راح فين؟ راح بقى قاعد مرة عند اخوه، مرة عند عيال اخوه، مرة انا قاعد عند صاحبي وكرشني، مرة مش عارفة ايه. ودلوقتي البنت اللي هي بنت بنود دي قاعدة معاكم انتوا؟ لا قاعدة في بيتها لوحدها. قاعدة في بيتهم واختها بتقعد معاها وانا بروح اقعد معاها. يعني في وسطكم، يعني في وسطكم انتوا يعني. هو عايز يرجع بقى يعيش معاها بقى. هو عايز يرجع. بقى يعيش مع البنت دي. ايوه بالظبط كده. وهو اصلا السبب ان بوظ لها جوازتها. وهو السبب في بوظ لها جوازتها اللي هي من كام سنه دي؟ طيب من كام سنه بالظبط كده يا مدام دعاء. ايوه فانا دلوقتي هم العيال بيقولوا لي ايه، احنا خايفين ربنا يغضب علينا ان احنا دلوقتي مش بنعاملوه وحش ومش عايزينه وعايز يرجع البيت. يقولوا لا ما تنفعش يرجع البيت، ما ينفعش يرجع. طب ما ينفعش يرجع وبيحصل غلط، مش بقول لك ما بيحصلش، هما بيغلطوا، هما بيغلطوا فيه. ما هو طبعا لما بيغلط في امهم بيغلطوا فيه. ايوه والغلط في داهيه، مش الكلام من النوع ده. بيقول على مامتهم غلط في داهيه. غلط على امهم، هم طبعا بيزعلوا على مامتهم. هم كمان مش عارفين القرف ده، مش عارفين القرف دوت. فدلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه يعني. دلوقتي واجهته وقلت له وما سكتش. ايوه برافو. لا بينكر، لا ما حصلش. طب بص يا ام احمد، البنت دلوقتي هو مش كويس. البنت عندها كام سنه؟ البنت عندها كام سنه؟ لا البنت كبيرة يا شيخ أحمد، عندها 35 سنة. كل ما يجي لها عريس 35 سنة يعني عاقلة، يعني راشدة، يعني هي واخدة بالها من كل شيء. لا يا شيخ أحمد ما ينفعش يعيش معاها، ممكن يعتدي عليها. دي واحدة بس، دي واحدة بس، دي واحدة بس. هو عاقلة راشدة فاهمة كل حاجة، فاهمة. أيوة. الأمر الثاني إن ده بيته ومحدش هيقدر يمنعه من هو يرجع بيته. ده بيته في النهاية، ده بتاعه، صح كده ولا إيه؟ ماشي انا معاك يا شيخ. ممكن بقى تعملوا ايه؟ معلش انا محدش هيقدر يمنعه، لا قانونا ولا اي حد هيقدر يمنعه، لكن ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل بس كلمه واحده ممكن اقولها؟ اتفضلي. الام اما كانت عايشه واحنا كنا بنبقى عندها، والبنت اما تكون في اوضه النوم بتقلع او بتغير، بيقول لك من حقي ان انا يعني لما اخش على بيتي وهي بتغير. مفيش استئذان. ايوه ما انا اسمعي كلامي للاخر بقى، ايوه ما هو انسان ده بيته ومحدش هيقدر يمنعه من الرجوع للبيت بالقانون بالقوه. هو كده كده ده بيته، صح كده؟ ماشي تمام. لكن نعمل ايه؟ اذا كان الراجل بالطريقه دي واحنا عارفين ومتاكدين ومتيقنين ان هو الراجل ده عنده شذوذ، وان الراجل ده مش مؤدب، وهو بالطريقه اللي هو حتى بيقول عليها دي، نعمل ايه؟ ناخد البنت عندنا ونقول البنت مش قاعده معاك، لان مش هتقدروا تمنعوه من الرجوع الى بيته. فاهماني؟ لان ده تمام. ماشي انا معاك، انا معاك تمام. نقدر نقول ناخد بنتنا احنا كده، وخلي بالك انت لو عملت حاجه احنا ممكن نفضحك، يعني ممكن نهدده بالطريقه دي. لكن لو جينا قلنا والله لا، ما افرض انت قلت هو رجع البيت فجاه والبنت موجوده، هتعملوا ايه في الوقت ده؟ ما هي البنت بتبقى قاعده لوحدها. لا ما من يوم ماما توفت ما حدش سابها لوحديها. خلاص يبقى خدوها معاكم وقعدوها في وسطكم انتوا. تمام. هتقدري تعملي كده؟ نعم كده مفيش عقوق. لا مفيش يعني حساب، يعني عقوق. هي ام احمد اذا كان الراجل زي ما انت بتقولي عنده شذوذ بالطريقه دي، وبعدين يقول البنت بتغير، اقدر يا جماعه نتقي الله. ده انا دايما اقول الكلام ده، ان الراجل لو معاه وعنده بنت بلغت المحيض وقاعده في الشقه لوحدها، ما ينفعش يفتح الباب بالمفتاح كده ويدخل. ما ينفعش يضرب الجو ويقول لها انا داخل. ليه؟ لانها ممكن تكون قاعده براحتها في البيت. لا من حقي ان انا قدرت. لا ما بتا... ما... يعني ما يعني هو انسان مش كويس، مش من حقه. ايوه غير سوي، غير سوي والله يا مدام دعاء. مش من حقه، احنا فاهمين حتى باب الاستئذان غلط كمان، يعني مش من حقه اصلا. غير سوي والله. وانا لكن نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لان هو في الاخر بيتي. انتوا هتمنعوني من بيتي؟ محدش هيقدر يمنعه من بيته، صح؟
نعمل ايه؟ ناخد بنتنا بقى، بنتنا احنا احنا بنحميها وبنخاف عليها وبنحافظ عليها، فناخدها احنا في وسطينا احنا واحنا اللي نقدر. بس هو المهم انت هتقدري تاخديها؟ انا اقدر اخدها. عندك مكان ليها وكده؟ ها؟ انا اقدر اخدها، بس هي مشكلتها تقول لك ده بيت امي، مش بتقول بيت ابويا، بيت امي، ريحه امي فيه. هي بتقول بيت امي ومش عايزين انتوا تقدروا انكم ما تخلوهوش يجي؟ لا نقدره نقدره، بس هو بيحاول ايه محاولات ان هو يرجع. بيعمل محاولات. لكن هم كل مشكلتهم بيقولوا ايه؟ احنا خايفين من عقاب ربنا. على اي حال احمي يعني البنت باي طريقه. احميها بس باي طريقه لو تقدروا انت تقعدي معاها بقى في البيت ده. طب شيخ احمد، هي دلوقتي سؤالها اللي هي متصله عليه، ان البنات بيقولوا احنا خايفين لما احنا نقطعه كده او نعديه كده من عقاب ربنا. هم مش عارفين بقى كل التفاصيل، هم كل اللي عارفين ان هو بيشتم في مامتهم وكان بيهينها وبيعايرها بمرضها، مش عارفين بقى القرف ده كمان. بص يا استاذ، يعني انا بس عشان ايه الكلام اللي احنا سمعناه. طبعا احنا النقطه يا جماعه اللي احنا دايما بنقولها، ان الشيخ بيجاوب على اساس ان السماع. الطرف اللي اتصل بيحكي الحكايه وبيجاوب على اساس الحكايه دي. احنا زي ما الشيخ احمد دايما يقول، ما احناش ايه طرف مش خضاء، واحنا مش في المحكمه. احنا مش خضاء. طيب لكن يعني الاجابه على اساس الكلام ده، على اساس السؤال. على اساس السؤال. هو بس مساله ان البنت هي مش عارفه او ما الى ذلك، لا شك ان اكيد ان اكيد بابا بيحاول يدخل عليها وهي بتلبس، هي اكيد عندها احساس، هي فاكيد هي عارفه حاجه زي كده يعني. مش عارفه بس حاسه. لكن طول ما هي مش عارفه، لو هي حاسه وعارفه ان باباها في حاجه زي كده، احنا دايما نقول لو انت شكيتي من الاب في شكوك كده ان الاب مش متزن، ها، وانه عنده شيء من اللي هو يحب يشوف مش عارف ايه، تحجبي حجابا كاملا امام هذا الاب، حافظي على نفسك، ما تخلوش ينفرد بيكي، ما تخلوش يختلي بيكي، احنا دايما نقول الكلام ده. تمام؟ لو شافت الكلام ده يبقى انا احمي نفسي. هو في الاخر ابويا ازيك يا بابا عامل ايه واخبارك وتمام وزي الفل، ده ملوش علاقه بالعقوق اصلا، اللي انا احمي نفسي ان البنت تحمي نفسها او خالتها في الحالات العاديه. لكن احنا دلوقتي بنتكلم في كده، هي الخاله. انا بقول الخاله اهو، البنت من حقها ان هي تحمي نفسها، مالهاش علاقه بالعقوق، انا بحمي نفسي. ايوه، هي غير الحمايه، ان هم مش بيتعاملوا معاه كويس، فهم مش عايزين يعرفوه يعني او يكلموه. لا، حكايه مش عايزين يعرفوه، ما احنا برضو القطيع مهما كان يعني الانسان ما ينفعش، هو في النهايه اب، هو في النهايه ده هو كده ده اب. اب لا مش اب، هو اب، هنعمل ايه؟ هو مكتوب هو ده اب الله عز وجل، بس في الورق. يعني مع يا استاذه دعاء، بس خلينا ايه، ان هو في النهايه نبدا نتعامل معاه ازاي؟ نتعامل اللي هو نتجنبه، ننصحه. ما اقدرش اقول دي، لكن هقول نتجنبه في حالات مثلا زي لو انا لقيت الاب ده فعلا هو كده، فاقول تجنبيه تماما، مفيش علاقه بيه. لكن طول ما البنت ما شافتش منه ده، انا ما اقدرش اقول لها كده. 35 سنه هي ما شافتش، البنت ما شافتش 35 سنه. لكن لو البنت عندها الاحساس وشافت باباها عنده حركات مش عارف ايه، تحاول ان هي تمتنع منه تماما، تحتجب عنه، لا يختلي بها، لا ينفرد بها، وحتى في مساله السلام ممنوع يقبلها، يسال تسلام عادي كده بس، لو حست حتى في السلام العادي في شكوك تمنع نفسها منه. لكن طول ما البنت مش حاسه بك، انا ما اقدرش اقول لها كده. ليه؟ لان في النهايه مين اللي شاف؟ خليتها شايفه بس. والبنت بتقول انا ممكن، البنت تقول انا ما شفتش الكلام ده، كان عندها 3 سنين. تاب الله علي، ممكن يكون تاب الله، قد يكون تاب الله علي، ممكن يكون وهم. يعني انا ما اعرفش المسائل فيها ايه. انا بقول قد يكون ده وقد يكون ده، قد يكون الخاله كلام الخاله صحيح، وقد يكون البنت تقول لا انا بكره بابا ده عشان بيشتم في ماما، لكن ما شفتش منه الحاجه الثانيه. انت واخده بال حضرتك؟ يعني الامور بتمشي بالطريقه دي. لكن لو الاب هو شاذ بقى والكلام ده، قولا قول الفصل ان هو تمتنع منه تماما، ملهاش علاقه بيه.